بكم مشاهدينا في برنامجكم إكوتي سبوت لايت، والذي نتحدث فيه عن جائحة كورونا التي بالفعل شارفت على إتياحت ووصل عدد الإصابات إلى 6,500,000 إصابة، وأيضا وصول عدد الوفيات إلى الآن تقريبا ب 83 أو أكثر من 388,000 حالة وفاة. بالتالي كل هذا بالفعل بدأنا ننتهي من موجة فيروس كورونا ومتداعياتها الاقتصادية السلبية التي أثرت بشكل كبير على اقتصاديات دول العالم. والحديث أكثر حول هذا الموضوع دعونا نرحب بضيفي مازن إرشد المحلل الاقتصادي. أهلا ومرحبا بك مازن. نتحدث عن المؤشرات بالفعل العالمية التي أثرت بها جائحة كورونا، وبالتالي بدأنا نلاحظ اقتراب من نهاية أزمة كورونا على الأقل حسب ما تظهر البيانات الصادرة من تباطؤ في عدد الإصابات وأيضا في عدد الوفيات. ما هي الدروس أو العبر التي يتم استخلاصها سواء كان محليا عربيا عالميا؟ يسعد مساءكم أول إشي. هلأ طبعا أكيد هنالك دروس وعبر ممكن استخلاصها من أزمة كورونا، خصوصا آخر 3 أشهر، رغم طبعا العودة للتدريجية للعمل للقطاعات الإنتاجية طبعا بشكل تدريجي، لكن بنهاية المطاف رح نكون خاسرين إحنا في حال إنه خرجنا من هذه الأزمة وعدنا إلى حياتنا بشكل طبيعي. يجب أن يكون هنالك دروس مثل ما ذكرتي في سؤالك ممكن استخلاصها طبعا طبيعة الحال. أنا بشوف أنه عربيا هنالك دروس كثيرة ممكن التركيز عليها، خصوصا فيما يتعلق بالاعتماد على الذات تحديدا. شفنا أنه طبعا للأسف المنطقة العربية اقتصاداتها تعتمد على الاستيراد بشكل كبير، لذلك لاحظنا أنه كان هنالك ارتفاع بأسعار المواد الأساسية كالمواد الغذائية والطاقة وغيرها، طبعا نتيجة أنه معظم الاقتصادات العربية بما فيها الأردن ودول الخليج وشمال أفريقيا تستورد تقريبا 70% من احتياجاتها الغذائية من الخارج. في الأردن مثلا ترتفع إلى أكثر من ذلك، وأيضا تستورد حوالي 95% من احتياجاتها من الطاقة من الخارج. بالتالي أنا بشوف أن هذه فرصة يعني إعادة الاعتبار لقطاعات مهمة اقتصاديا جرى يعني الابتعاد عن الاهتمام والتركيز خلال العقود الماضية، القطاعات الغذائية قطاعات الطاقة. أنا بشوف أنه خلال ال6 العقود الماضية ما كان إحنا في يكون له داعي ننتظر حتى وجود مثل هذه الأزمة اللي استمرت أكثر من 2 شهر ولا تزال رغم العودة التدريجية. بهمنا أنه عربيا انه نبتدئ في ما يسمى بالاكتفاء الذاتي، في خصوصا في الاحتياجات الاساسيه اللي بتتراوح بين الغذاء والطاقه والدواء، وانه نكون مخزونات استراتيجيه تكفي يعني لا سمح الله تكررت مثل هذه الازمات، قد تكون ازمه جيوسياسيه او صحيه متكرره. فانا بشوف هاي فرصه اعاده الاعتبار للقطاع الغذائي الزراعي وحتى الدول الغير منتجة وما بتصدر المحروقات بأنواع مثل الأردن ولبنان وغيرها، تبدأ بيعني إعادة الاعتبار الموارد المتجددة اللي بتمتلكها مثلا الأردن من صخر زيتي ورياح وشمس وغيرها، لأنه بتوفر علينا الكثير من المصاريف والتكاليف المرتبطة بالطاقة عالميا. طب هل قبل أن تنتقل عالميا، هل بالفعل الدول العربية قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي؟ طبعا يعني احنا يعني اقتصاد العربي الحقيقة لا يختلف بشكل يعني بتركيبته وما يمتلك من ثروات وموارد طبيعية وغير طبيعية، لا يختلف عن دول أخرى سبقتنا في هذا المجال، لذلك لا يمكن احنا دائما نعطي تبريرات بأنه لا يجب انه نبقى نعتمد على النفط والغاز وغير ذلك من امور. انا بشوف انه حانت الفرصه، مثل الاردن يمتلك صخر زيتي، يمتلك مخزون يكفي ل 900 عام فيما يتعلق بالنفط الصخري او يسمى بالصخر الزيتي، يستطيع انتاج الكهرباء من خلال هذه الموارد الطبيعيه
وطبعا حسب دراسات أستونية تحدثت بأن الأردن فعلا هو سابع أكبر دولة في العالم يمتلك مخزون من الصخر الزيتي، ناهيك طبعا عن موارد أخرى كالشمس والرياح وغيرها. دول تحسدنا في أوروبا أنه الشمس ساطعة لمدة 300 عام أو 300 يوم في السنة، على خلاف دول أخرى في لندن في ألمانيا اللي دائما بتكون يعني عرضة للأمطار ويعني الغيوم وغير ذلك. وبالتالي أنا بشوف أنه فرصة، إحنا نمتلك هذه الموارد ولكن بحاجة إلى خطة لإعادة الاعتبار مثل هذه القطاعات تحديدا. نعم، نتحدث كما ذكرت قبل قليل عالميا، ما هي الدروس التي يتم استخلاصها عالميا؟ يعني نعم، يعني الدروس أنا بشوفها أنه لاحظنا دول في العالم حتى في الولايات المتحدة وأوروبا لاحظنا بدأت يعني صح أنه هي مع السوق الحرة والخصخصة وفتح القطاعات على مصراعيها للاستثمار الأجنبي، ولكن شفنا في ألمانيا مثلا في بريطانيا بدأت يعني تتخوف من سيطرة الأجانب لقطاعات اقتصادية مهمة مثل قطاع الأدوية الطيران وحتى المنتجات الغذائية. لاحظنا أنه في ألمانيا مثلا بدأت يعني تخفف من فتح رؤوس الأموال للاستثمار الأجنبي، بدل من أن يكون قريب من 100% استملاك كامل لاحظنا أنه هنالك يعني عودة للحكومة الألمانية في بعض القطاعات الحقيقة الأساسية، أنه تحاول أنه يكون هنالك أيضا الجنسية الوطنية من الجنسيات المهمة في تكوين رأس المال لشركات أساسية. يعني أنا شفت أنه هذا بالفعل درس ليس فقط في الاتحاد الأوروبي ولكن أيضا يمكن تطبيقه في الدول العربية. هنالك قطاعات مهمة جدا في الفوسفات، البوتاس، الطاقة وغيرها، إحنا بحاجة أن يكون هنالك أيضا جنسية وطنية يكون لها جزء كبير من تكوين رأس المال. نعم صحيح. طيب مازن، بانتشار فيروس كورونا عاد صياغة الكثير من المحاور، يعني حتى من حيث الإدارة المالية من بعض الأسر والعائلات، حتى تحدثنا عن العولمة التي استمرت 20 عام من خلال فتح الاقتصاديات، من خلال الطيران، من خلال سهولة في التصدير وكل هذه الأمور. هل باعتقادك مدة الشهرين التي ظهر فيها هذا الفيروس فعلاً استطاعت أن تغير الوضع الطبيعي للكثير من الأمور؟ نتحدث عن أسر وعائلات، هل تغيير النمط الاستهلاكي أو تغيير العادات الاستهلاكية سيتغير مع هذه الأسر والعائلات، يعني سيكون هناك في وضع طارئ، أم ستعود الحياة الطبيعية وبالتالي بشكل تدريجي للاستهلاك والعودة إلى أنماط الحياة التي كان تعود عليها تعودت عليها الأسر من قبل؟ يعني هي أيضا درس من الدروس المفروض أنه إحنا كمان نستخلصها، مش بس كشركات وكدولة ولكن أيضا كأفراد ومستهلكين. يعني تحدثت سؤال مهم أنه هل خلص أنه يعني انحسر، خلينا نقول تدريجي، هنالك انحسار تدريجي للفيروس، أنه تعود حياتنا كما كانت عليها في السابق؟ أنا بشوف هذا خطأ كبير، لأنه بالفعل هنالك نمط استهلاكي في منطقتنا العربية وحتى في العالم، لكن منطقتنا العربية هنالك نمط استهلاكي للأسف يعني يعتمد على الاستدانة والاقتراض لأمور أنا ما بشوفها إلى طابع أساسي، ليست للاحتياجات الأساسية ولكن لأمور أنا بشوف إلها علاقة بالترف. نعم يعني أمور عادية إلها علاقة بالترف وغير ذلك بالأمور، ولكن إحنا بحاجة لتركيز أنه في حال أنه اضطرينا أنه نقوم بالاستدانة مثلا من البنوك، أنه تكون فقط محصورة لاحتياجاتنا الأساسية كالتعليم كالصحة حتى السكن كمان أيضا يعتبر من الأمور الأساسية. نحاول يعني يكون هنالك تقليص للنفقات، نعطي أولويات للحاجات الأساسية. لا يعني ذلك طبعا الانغلاق وأنه لا نقوم بالترفيه عن حياتنا، لأنه أيضا إحنا بحاجة للترفيه والتنفيس خصوصا مع أزمة كورونا والانغلاقات الأخيرة، لكن في نفس الوقت إحنا بحاجة لتغيير نمطنا الاستهلاكي. معروف أنه للأسف الشعوب العربية لديها نمط استهلاكي يعني يختلف نوعا ما عن الشعوب أخرى، الاستدانة مرتفعة،
ومثل ما ذكرنا دائما بنشوف الشغلات الاساسيه يتم تجاهلها من يعني خلينا نقول كثير من العائلات العربيه. احنا بحاجه مثل في هنالك مثل مشهور انه نخبي القرش الابيض لليوم الاسود، ونتمنى انه ما يكون هنالك ايام سوداء قادمه، ولكن هذا هو الواقع. هنالك تحديات في الحياه، احنا بحاجه نكون مستعدين لاداره موازنات طارئه قد نواجهها في المستقبل. يعني أنت تقول أنه ربما سنعيش فترة من الزمن في ظل تداعيات أزمة كورونا السلبية سوف تؤثر على أنماط الحياة، وبالتالي يجب أن نكون في وضع طارئ ولن تعود الحياة كما هي. نعم. بطبيعة الحال، لأنه هنالك تقارير حتى على الجانب الصحي، هنالك تقارير تتحدث بأنه لا سمح الله قد يعود فيروس كورونا في الخريف القادم في الشتاء، وإيجاد لقاح خلال هذه الفترة يبدو بأنه بحاجة إلى زمن أطول، قد تكون خلال العام القادم وقد لا يكون لقاح فعال. إذن يجب التهيئة نفسيا، تهيئة للأمور الاقتصادية وليس فقط الأمور الصحية، أنا بشوفها أولوية الأمور الصحية، لكن في نفس الوقت يجب التركيز أيضا على الجانب الاقتصادي، لأنه شفنا كيف يعني بعد مرور فقط شهرين لاحظنا هنالك شركات تعلن عن إفلاسها، شركات تقوم واجهت أمور متعلقة بالتعثر المالي وعدم سداد الديون وغيرها، وبالتالي إحنا يجب أن نكون مهيئين من الآن، نرتب أوراقنا من أجل يعني نواجه تحديات مستقبلية قد نواجهها خلال الفترة المقبلة. نعم. طب مازن، بما أنك ذكرت عن الشركات التي تعثرت ماليا، في هناك من بشكل عام الحكومات تمكنت يعني من تقديم حزم تحفيزية وإجراءات هائلة من خلال دعم أنشطة تجارية واقتصادية، حتى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهذا يختلف حسب قوة طبعا الدول كيف ستدعم اقتصادها أو دعم تلك الشركات لتجنب انهيارها وتجنب إفلاسها. بالتالي هل برأيك للشركات العربية نصيب من هذه الحزم التحفيزية؟ وبالتالي هل يمكن أن نرى يعني أي تحسن أو تقديم حزم تحفيزية تحسباً لأي أزمات لاحقة؟ وأنت ذكرت ربما هناك موجة ثانية من الفيروس ستكون ربما تعود في الخريف. صحيح، يعني هنالك تفاوت طبعاً بين الدول، إذا بتتكلم عن الجانب العربي هنالك تفاوت في تقديم هذه الحزم، مساعدة الشركات الصغيرة تحديداً. دول الخليج ساعدت مش بس امور متعلقه بشكل غير نقدي، لا هنالك كان هنالك دعم نقدي حتى لقطاعات مؤثره، لكن بطبيعه الحال هنالك ايضا مثل الاردن ومصر ولبنان وغيرها دول الحقيقه لا تمتلك يعني ما يكفي من موارد ماليه نقديه خلينا نقول، وبالتالي حاولت الحكومات العربيه انه يعني تساعد الشركات الصغيره من خلال تاجيل دفعات الضرائب، ضريبة الدخل أو ضريبة المبيعات لأكثر من شهر، تأجيل أقساط الديون مثلا لهذه الشركات الصغيرة لفترة أخرى قادمة، لأنه إحنا بنعرف أنه الشركات الصغيرة الحقيقة هي بتشكل أكثر من 90% من إجمالي الشركات العاملة في منطقتنا العربية وحتى على المستوى العالمي. هذه الشركات الصغيرة تقوم بتوظيف أعداد كبيرة من العمال، وأيضا تمتلك رؤوس أموال صغيرة مقارنة مع الشركات الكبرى. الشركات الكبرى اللي بتوظف مئات من الموظفين والآلاف لديها موارد مالية أكبر، تستطيع الصمود والوقوف على قدميها خلال الأزمات، طبعا خصوصا كانت أزمات يعني مستعجلة، خلينا ما نقول أزمات تطول لعدة شهور، لأنه أيضا حتى الشركات الكبرى راح تواجه مشاكل مالية، لكن الشركات الصغيرة مواردها المالية أصغر، تتراوح ما بين 20,000 دولار إلى نصف مليون دولار أو مليون، وبالتالي أي انغلاق أو إغلاق للقطاع الإنتاجي أو العمل الإنتاجي طبعا رح يضيق بها الأفق من ناحية الإيرادات، ولن تتمكن يعني من دفع الرواتب للعمال، وقد تواجه مشاكل في تسديد الديون. بذلك إحنا بنشوف أنه من المهم
يعني الحكومه والبنوك المركزيه في الوطن العربي التركيز على الشراك على 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 مساعده وتقديم الدعم للشركات الصغيره، لانه مثل ما ذكرنا هي اغلب الشركات العامله في منطقتنا العربيه شركات صغيره توظف اعداد كبيره من الناس والعمال وبحاجه لها دور لدعم مهم في تنميه الاقتصاد. نعم نعم نعم. اذا احنا بحاجه لدعم مثل هذا القطاع، القطاع الحيوي، الشركات الصغيره بتتراوح بين شركات التجزئه، محلات السوبر ماركت الصغيره، خلينا نقول محلات الملابس، الاحذيه وغيرها، كل هاي الشركات صغيره تقوم بدعم الاقتصاد الوطني من خلال التوظيف وايضا يعني تزويد الدوله والشارع بسيوله كافيه تساعد على يعني استمرار العجله الاقتصاديه في الدوران بطبيعه الحال. يعني هل برايك في هذه الفتره ربما نسمع شركات سوف تخرج من السوق، شركات صغيره تعلن عن افلاسها قريبا؟ نعم، يعني هنالك خلينا نقول شركات كعربيا نعم نعم، يعني مش بس شركات صغيره ولكن ايضا شركات كبرى اعلنت بانه تواجه تعثر مالي، خلينا الاعصار المالي والتعثر المالي بنفس الوقت. طبعا فيما يتعلق بتسديد الديون، شركات كبرى حتى في مجال النقل الجوي، الطيران، الفنادق الكبرى، من غير ذكر أسماء، هنالك بالفعل فنادق كبرى عانت من مشاكل متعلقة بدفع الرواتب والأجور للعمال، وبالتالي هنالك تسريح أعداد كبيرة خصوصا في قطاع الفنادق والضيافة والمطاعم والمقاهي والنقل بمختلف أنواعه، بحري وجوي وبري وغيره، وبالتالي فعلا هنالك شركات صغيرة وحتى متوسطة بدأنا نسمع بأنه تواجه المصاعب فيما يتعلق بتسديد الديون وحتى فيما يتعلق بتقديم الرواتب والأجور للعمال. نعم، طيب أزمة الكورونا ما زال استمرت لشهرين يعني وحققت ضرر مؤكد، يعني برأيك هذا الضرر هو برأيك يعني كرأس جبل الجليد أم له تداعيات برأيك يعني مستقبلية سوف تكون مرتبطة به، يعني لن يكون ليس كرأس جبل الجليد كما هذا التشبيه يعني صحيح. الذي يشكل نعم. تقريبا 20%. صحيح، لا احنا أول شيء بنتمنى أنه يكون تداعياته فقط لشهرين، لكن هو بطبيعة الحال والواقع يتحدث بأنه من الصعب أن يكون تداعيات فقط لمدة شهرين، مش لأنه بدأت الحياة الاقتصادية وعجلة الاقتصاد بالدوران مجددا بأنه الأزمة انتهت، لا، هنالك قطاعات تحديدا رح تواجه مشاكل كبيرة في الفترة المقبلة. ذكرنا عن القطاع السياحي، مش يعني فتح المطارات تضرراً. أعتقد قطاع السياحة إذا توافقني الرأي هو الأكثر تضرراً من هذه الجائحة 100%، لأنه فتح المطارات مثلا لا يعني بأن السياح سوف يصطفون بالدور وبالطابور ويبدأون بالسفر من دولة إلى أخرى، هنالك تخوف من الناحية الصحية لا تزال موجودة رغم البدء بانحسار المرض تدريجيا، ولكن أيضا هنالك خوف، هنالك جانب سيكولوجي نفسي مرتبط، وبالتالي أنا بشوف أنه قطاع السياحة بحاجة إلى أكثر من يعني سنة نوعا ما للعودة بشكل طبيعي نسبيا، لكن بنفس الوقت ما ننسى أنه القطاع المصرفي لم يتم التركيز على هذا القطاع المهم، أنا بشوف أنه اللي بيمول شركات كبرى والمتوسطة تساعد على تقديم السيولة لهذه القطاعات بمختلف أنواعها طبعا، لأنه خلال النصف الثاني ما تبقى من العام الحالي قد نسمع بأنه هنالك فعلا شركات كبرى أصبحت غير قادرة أو تخلفت عن السداد للديون، منها من قد يستحق في شهر أكتوبر القادم، منها ما قد يستحق في شهر 11 أو نهاية العام الحالي، وبالتالي كل هذه يعني مرهونة بالتطورات اللي راح نشوفها خلال ما تبقى من العام الحالي، وراح يكون يعني للأسف له تداعيات حتى على القطاع المصرفي، مثل ما ذكرنا شركات كثيرة في العقار، شركات كثيرة في القطاع الصناعي والخدمي قامت بالاستلاف وحصول على تسهيلات من البنوك وهي الآن بحاجة إلى
سداد هذه الديون خلال فترات مختلفة طبعاً، وبالتالي قد تواجه الكثير من المشاكل خلال النصف الثاني تحديداً. وعشان يعني هيك أنا بشوف نعم مازن، يعني الأسوأ سوف يأتي ولم يبق، يعني الأسوأ ليس وراءنا بل هو يعني قادم. نعم احنا بنتمنى انه ما يكون هنالك أسوأ مما جرى خلال الشهرين الماضيين، لكن الواقع يتحدث بانه فعلا يعني نظرتك ليست تفاؤلية بما يحصل خلال النصف الثاني من هذا العام. لا احنا يعني خلينا نكون احنا واقعيين وصريحين بطبيعة الحال، لانه عودة العمل بشكل طبيعي بشكل تدريجي شيء مهم وفي غاية الأهمية، ولكن في نفس الوقت مثل ما تحدثت هنالك ديون سوف يتم إعادتها أو سدادها خلال الفترة أو الشهور المقبلة، وليس في خلال الشهر الحالي أو شهر 5 اللي مضى أو شهر 6. هنالك ديون، أقساط ديون من شركات كبرى وصغيرة يجب عليها سدادها للبنوك العاملة، وبالتالي هذا التأثير لن يظهر خلال الشهر الحالي ولكن خلال الشهور القادمة، لأنه مبالغ بالمليارات سوف يتم يعني سوف يعني يبدأ فترة سدادها على أرض الواقع، وهون راح نشوف مين راح يتمكن إنه يقوم بسداد كل التزاماته للبنوك، ومين راح يكون هنالك تخلف من قبل هذه الشركات. وأنا بتوقع راح تكون هنالك يعني بالفعل أزمة ائتمانية، راح ننتقل من أزمة اقتصادية مرتبطة بالبطالة ومرتبطة بالاستثمارات الأجنبية وغيره إلى أزمة قد تواجهها البنوك، وهي أنا بسميها أزمة ائتمانية، بحاجة إنه البنوك تقوم بوضع مخصصات فيما يتعلق بالديون قد تكون مشكوك في تحصيلها جراء طبعا أزمة كورونا وضعف السيولة لدى الكثير من الشركات. يعني ضروري تجريب المخصصات، لأننا فعلا انتقلنا من أزمة صحية إلى أزمة اقتصادية، ثم كما ذكرت ربما ننتقل إلى أزمة ائتمانية، ويجب يعني برأيك أنه هناك يكون من قبل البنوك تجريب مخصصات لتفادي أي ديون مشكوكة في تحصيلها. بالتالي ذكرت العقارات، ويعني يعتبر من القطاع العقاري من القطاعات المهمة في كل الدول، يعني هل أخذت برأيك نصيبها من جائحة الكورونا أسعار العقارات، وخاصة عربيا وفي المملكة الأردنية، وكيف تتوقع تكون أسعار العقارات؟ يعني أيضا قطاع العقارات مش قطاع معزول عن باقي الجوانب الاستثمارية والقطاعات الاستثمارية في أي بلد، في الأردن أو في منطقتنا العربية أو عالميا. الاستثمار بحاجة إلى سيولة، والعقار بحاجة إلى سيولة، السيولة الآن في أدنى مستوياتها، طبيعي أنه أيضا القطاع العقاري رح يتأثر. شو يعني سيولة؟ يعني طلب، يعني أنه يكون هنالك طلب، وكلما كان هنالك سيولة معناته في طلب مرتفع، معناته في شراء لهذه الأدوات والقطاعات الاستثمارية، وأسعارها تبقى يعني مستقرة أو ضمن مستويات مرتفعة نوعا ما. لكن في ظل تراجع السيولة سواء كان على العقار أو على قطاعات أخرى استهلاكية وغير استهلاكية، العقار مثل ما ذكرت مش قطاع استثماري معزول عن الأزمة، هو جزء مهم لكن بيواجه مشكلة مرتبطة بالسيولة، توفر السيولة على أرض الواقع، وهذه في الفترة الحالية مش موجودة، لانه او في ادنى مستويات خلينا نقول منذ عقود، لانه هنالك اولويات لدى الشركات، هنالك اولويات لدى الحكومات انه تحاول تقليل الاضرار الاقتصاديه على مختلف القطاعات الاقتصاديه وليس فقط العقار. وبالتالي انا بشوف انه هاي المشكله ايضا راح تواجه العقار، قد تكون هنالك تدني في قيمتها ولو كان بشكل مؤقت، حتى تبدأ يعني توفر السيولة مجددا لدى الشركات من خلال التحفيزات الحكومية ودعم البنوك المركزية وغيرها، تبدأ بالتدريج بالتحسن وعودة العقار إلى شكله الطبيعي عما كان عليه قبل أزمة كورونا. طب دعنا نتحدث مازن عن بشكل عام أمريكا
قاد إذا كانت إنه قدرة تحملها أكثر من أوروبا كما نعلم. وأيضا إذا تحدثنا عن قارة أوروبا كقدرة تحمل، كانت أوروبا دول الشمال أفضل من دول الجنوب، يعني دول الجنوب عانت من مشاكل مالية طائلة بسبب جائحة الكورونا. وإذا أوروبا قارناها بالشرق الأوسط فبالتالي هي قدرتها التحملية أكبر من ذلك. بالتالي إذا يعني كيف بتتوقع يكون النمو الاقتصادي؟ إذا تحدثنا عن عودة النمو الاقتصادي، هل تتوقع أنه يعود بسرعة أم يكون في انتعاش أم تراجع بمعنى انكماش أم سيكون هناك كساد وخاصة في منطقتنا العربية؟ هلأ في صندوق النقد الدولي طلع تقريره في الفترة الماضية كان قريب إلى الواقع، تحدث عن انكماش الاقتصادات العربية، تحدث عن الانكماش حتى في الاقتصادات العالمية الكبرى. تخيل أنه يتوقع أن يكون هناك انكماش في الاقتصاد الأمريكي قد يصل إلى 6%، لكن في المنطقة العربية المعدل يتراوح الانكماش بواقع 3-4%. طبعا في الاتحاد الأوروبي هناك توقعات بنكون هناك انكماش بحدود 7%، يعني أيضا هي نسبة مرتفعة. طبعا بدنا نفرق بين شيء اسمه انكماش اقتصادي وبين كساد. الانكماش الاقتصادي انه لما يكون هنالك تراجع او هنالك نمو بالسالب لناتج المحلي الاجمالي لاقتصاد دوله ما، طبعا لفتره زمنيه يعني قصيره الاجل، نتكلم عن دورتين ربعين ربعين متتاليه، نعم متتاليه، ولكن الكساد الاقتصادي اكثر من سنتين الى ثلاث، قد تصل العشر سنوات احيانا، وايضا هنالك نمو بالسالب. اذا الكساد الاقتصادي هو أسوأ بكثير، لا يوجد هنالك توقعات الحقيقة بأن يكون هنالك كساد. المتفق عليه بأنه تواجه اقتصادات دول العالم حتى في منطقتنا العربية انكماش تراجع مثل ما ذكرت ما بين 3-4%. هنالك توقعات بأنه في الأردن يكون هنالك انكماش أو نمو سلبي اقتصادي بواقع 4%، لكن لما نتكلم عن 4% يعني من الناتج المحلي الإجمالي بالأردن 30 مليار دينار تقريبا، 31 مليار، نحكي عن مليار وربع المليار دينار تقريبا، رقم مش سهل. يعني الأربع بالمئة مش صح كرقم مطلق، منشوف أنه رقم بسيط، ولكن لو أخذناها كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بالدينار أو الدولار رح تكون أرقام كبيرة. نفس الشيء لما نقول 6% أو 7% في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، نتكلم عن تريليونات وليس فقط مليارات. بالتالي هاي أرقام كبيرة، لكن الشيء الإيجابي خلينا نقول أنه مش متوقع يكون هنالك كساد. العام القادم ممكن أنه يكون هنالك نمو إيجابي، عودة النمو الإيجابي للاقتصادات في العالم قد تصل إلى 3-4% بطبيعة الحال، لكن كل ذلك حتى نكون واضحين مرهون مع تطور أزمة كورونا. إذا لم يحصل موجة ثانية من الفيروس، طبعا إذا كان هنالك موجة أخرى معناته الوضع راح يكون مختلف، وسيناريوهات شوي سوداوية راح تكون على أرض الواقع مختلفة كليا عن اللي ذكرته أنا هلأ حاليا. أكيد لا نتمنى النظرة السوداوية، بل نتمنى دائما نظرة تكون إيجابية دائما، وإن شاء الله ما نكون في موجة ثانية. لكن إذا تحدثنا عن البنك المركزي الأردني يتوجه من للمزيد من الإجراءات التسهيلية من خلال تأجيل استرداد القروض، ولا يعني قام بعديد من التحفيزات خاصة من تراجع أسعار الفائدة، وأيضا من خلال دعم النقد، من خلال توفير السيولة. بالتالي برأيك مازن، ما تأثير هذه الإجراءات التحفيزية من قبل البنك المركزي الأردني على الاقتصاد لمنع أو تجنب انزلاق الاقتصاد الأردني في مرحلة ركود أو كساد؟ وهل برأيك سنرى إجراءات جديدة من قبل البنك المركزي؟ يعني الإجراءات اللي تحدثت عنها كانت إجراءات جيدة حسب ما يمتلك الأردن من يعني موارد مالية. احنا بنعرف انه الوضع الاقتصادي حتى قبل كورونا لم يكن يعني قويا، كان هنالك بدء التعافي خلينا نقول مقارنة عما كانت عليه في بداية العقد الحالي. كان هنالك تراجع أكبر نتيجة طبعا نزوح اللاجئين وتراجع أسعار النفط في منطقة العالم، وأيضا اعتماد الأردن الحقيقة على الحصول على المنح الخارجية. لما تكون هنالك تراجع كبير في البترول طبعا هذا أيضا بيأثر على
على المنح الخارجية. لكن الحزمة قبل أن تنتقل إلى الحزمة أود أن أسأل، أنا ذكرت أسعار النفط، شو تأثيراتها مازن أسعار النفط، تراجعات أسعار النفط الحاصلة كيف تأثيراتها على الأردن بما أنها دولة مستوردة للنفط؟ يعني هو شيء إيجابي، إحنا أخيرا تنفسنا الصعداء خلينا نقول خلال الفترة الأخيرة، لأن الأردن مثل ما ذكرت في بداية الحلقة أنه بيستورد حوالي أكثر من 95% من احتياجاته من الطاقة من الخارج، بالتالي أكيد هذا راح يكون له تداعيات خلينا نقول إيجابية. الكورونا معظمها لها تداعيات سلبية، لكن هنالك أيضا ضوء بنهاية النفق فيما يتعلق بأسعار النفط، بس خلينا نقول واضحين للدول الغير منتجة للنفط، لأنه هذا أيضا شيء سلبي لدول الخليج ودول أكيد أكيد، فبالتالي أنه شيء إيجابي للأردن. عاودت أسعار النفط للارتفاع في الفترة الأخيرة، وصل لمستويات بنعرف برنت 15 دولار و16 دولار، الآن بمشارف الأربعين في فترة زمنية قصيرة. طبعا هذا بدل أنه فعلا الأسعار، ديناميكية الأسواق، النفط والأسهم وغيرها مرتبطة كلها على الأحداث، الأحداث على أرض الواقع، دائما هنالك أخبار جديدة وهنالك أيضا تكهنات بأن الأمور قد تتجه نحو الإيجابي خلينا نقول. هذا نفس الشيء فيما يتعلق بأسعار النفط اللي عم تتحسن في الفترة الأخيرة، تراجعت مثل ما ذكرنا إلى 15 برنت وغيره، حتى هنالك خلينا نقول عقود الآجلة للنفط الأمريكي كانت بالسالب لأول مرة في التاريخ نسمع، صحيح ناقص أكيد. ناقص 38 دولار بالسالب، لكن الآن مع انحسار التدريجي لكورونا، الصين ما ننسى أنه أيضا هي أكبر مستورد مستهلك للنفط في العالم، تعافي هذا الاقتصاد مهم جدا طبعا بالتوازي مع تعافي الاقتصادات الكبرى في الاتحاد الأوروبي و الولايات المتحدة، لذلك عودة النشاط الاقتصادي، الإغلاقات الأخيرة اللوك داون اللي كانت مسيطرة على دول العالم، 80% من دول العالم كانت تحت هيمنة الإغلاق للمصانع والشركات والمطاعم وغيره، الآن بدأنا نسمع عن انفراجة إيجابية، عودة النشاط الاقتصادي لمناحي مختلفة من الاقتصاد، الآن بدأنا نسمع بإعادة الطلب للنفط ومختلف أنواع المحروقات بطبيعة الحال، وهون بيزيد الاستهلاك وأدى ذلك إلى الارتفاع الأخير اللي عم نشوفه بأنه أسعار البترول بدأت تتحسن بالاعتماد يعني على التحسن في الطلب العالمي والاستهلاك المحلي والعالمي لمادة النفط تحديداً. طيب نعود قليلا بالنسبه للبنك المركزي الاردني، الاجراءات التحفيزيه ممكن يقوم فيها لمنع اي انزلاق للاقتصاد في مرحله ركود او كساد يعني بسبب التداعيات فيروس كورونا والاغلاقات الحكوميه التي قامت بها. صحيح، يعني كان مثل ما ذكرت كان هنالك حزمه ايجابيه، الاردن لا يمتلك موارد ماليه نقديه كافيه لدعم مباشر نقدي للشركات الصغيرة والقطاعات المختلفة، لكن قام بإجراءات بشكل غير مباشر دعمت القطاعات الاقتصادية، مثل ما قلنا تأجيل الدفعات الضريبية وطلب من البنوك العاملة التجارية في الأردن وقف يعني دفع الأقساط الديون سواء للأفراد أو من قبل الشركات، شفنا حزم مرتبطة بالضمان الاجتماعي، كان هنالك ايضا دعم من قبل هذه المؤسسه المهمه ايضا، لكن انا بشوف انه من اجل اعاده النشاط للشركات الصغرى تحدثنا فيها قبل شوي بانه يكون هنالك دعم نقدي، كيف؟ احنا بنعرف انه قيمه القروض والتسهيلات الائتمانيه في الاردن اللي بتمتلكها البنوك العامله التجاريه في الاردن حوالي 27 مليار دينار، وهي أعلى مستوى في تاريخ الأردن الحقيقة. لو كان هنالك يعني تعليمات من قبل البنك المركزي في الأردن بأنه يتم تخصيص 5% من قيمة إجمالي القروض في الأردن اللي هي 27 مليار، معناته 5 من 27 مليار يعني بنحكي عن حوالي 1.3 مليار دينار يمكن تخصيصها فقط لدعم الشركات الصغيرة، تكون هنالك فترة سماح قد تستمر لأكثر من عام
بأنه تسمح للأفراد والشركات، خصوصا الشركات الصغيرة، أنه لا تقوم بالبدء في سداد هذه الديون، هذه اسمها فترة سماح. أيضا تكون فائدة متدنية للقروض ما تتجاوز 3%، وآخر شيء أنه تكون فترة زمنية طويلة نوعا ما تصل إلى 10 سنوات. تخصيص مثل هذا المبلغ في الأردن 1.3 مليار، 5% من إجمالي القروض في الأردن 27 مليار دينار، ما بشوفه بتهدد الجهاز المصرفي. 5% تعتبر نسبة معقولة تتيح لهذه الشركات الصغيرة وحتى الأفراد أنه يعني يوقفوا على إجريهم مثل ما بنقول، تساعدهم على دفع الرواتب للعمال، وأيضا تساعدهم على سداد الديون، لأن هنالك ديون فائدتها مرتفعة كانت في السابق قبل كورونا، كان الاستدانة تصل إلى 9% أو 8%، لكن لما نعطي ديون جديدة بفائدة أقل تصل إلى 3%، أكيد راح تكون تكاليف التمويل أقل. ناهيك طبعا أنه إحنا عم نمنح لهذه الشركات سيولة في غاية الأهمية في فترة حرجة منمر فيها، وبالتالي تساعد على حل مشكلة مرتبطة يعني بسداد الديون ودفع الأجور للعمال وغيرها بطبيعة الحال. طيب مازن، يعني هناك حديث عن تغير سعر صرف الدينار الأردني بالدولار الأمريكي، هل ممكن أن يحصل هذا التغير في سعر الصرف أو فك الارتباط، أو مستبعد هذا الأمر نهائيا برأيك؟ لا هو مستبعد، يعني خلينا دائما احنا لما نشوف العملات الوطنية في العالم يتم التركيز على أمور مهمة، مؤشرات تعطيك أنه هاي فعلا احنا قد متجهين إلى ديفالويشن العملة، يعني تخفيض قيمة العملة المحلية أو استمرار وضعها كما هو عليه. بنشوف الاحتياطات من العملات الأجنبية، هل هي مستقرة أم لا، هل هي تكفي لأكثر من 7 أشهر لدفع المستوردات أم لا. في الحالة الأردنية فعلا هنالك يعني احتياطات من العملات الأجنبية تكفي لسداد 7 أشهر من المستوردات. نفس الشيء فيما يتعلق بمستوى المديونية، الحقيقة مستوى المديونية في الأردن ارتفعت وهي اقتربت من مستويات يعني خلينا نقول عليها أكثر من خط أحمر، قريبة من 100% من الناتج المحلي الإجمالي. لكن في نفس الوقت إحنا مش دولة مصدرة، إحنا مو بحاجة إلى تخفيض العملة مثل الحال في مصر، في تركيا، في دول أخرى، دول مصدرة منتجة تصدر منتجاتها المختلفة إلى دول العالم، إحنا مو بحاجة إلى تخفيض العملة. وأنا بشوفه هذا هو الحال اللي راح يتم الاستمرار عليه، لأنه لا سمح الله لو تم فك الارتباط الدينار الأردني بالدولار راح نواجه الكثير من المشاكل، راح تكون المديونية قيمتها أعلى، لأنه الكثير من الديون الأردنية مقومة بالدولار، الدولار سوف يكون في وضع أفضل والعملة الأردنية راح تواجه مشاكل طبعا بعد تخفيض قيمتها. ما بتوقع هنالك توجه لا من البنك المركزي في الأردن ولا حتى من يعني نصائح الصندوق النقد الدولي أو البنك الدولي، هنالك توجه بالإبقاء على الأمور كما هو عليه في الفترة الحالية، ومع عودة الاقتصاد للدوران مرة أخرى وانحسار كورونا نتمنى أنه ترجع الأمور كما كان عليها في فترة ما قبل أزمة كورونا تحديداً. نتمنى ذلك مازن، بس خلينا نسأل شوي عن سؤالنا الأخير عن الأسهم الأمريكية. يعني الأسهم الأمريكية مرتفعة وحققت ارتفاعات كتير كبيرة، ويمكن عادت تقريبا لمستويات اللي عم نشوفها كنا قبل أزمة الكورونا، لكن هناك من جهة أخرى نتائج الشركات المخيبة للأمل سوف تظهر في الربع الثاني، وأيضا التعافي الاقتصادي هو تعافي نسبي وليس يعني تعافي بشكل كامل، نتحدث صحيح. عن بيانات اقتصادية هي يعني ربما الأسوأ بات خلفنا من حيث البيانات الاقتصادية، لكن يعني أفضل مما كان متوقع. هل برأيك لماذا يعني تسير أسواق بهذا الاتجاه؟ لماذا نشاهد هذه الارتفاعات بغض النظر عن نتائج الشركات اللي ربما تكون مخيبة للأمل، بغض النظر عن أداء الاقتصاد؟ لماذا نرى هذه الفجوة؟
طب مظبوط، انت بدك اياها تنزل الاسهم ولا بدك اياها ترتفع؟ هي كلامك احنا بدنا صحيح. الواقع اللي بنحكي اكيد اكيد 100% هذا السؤال على فكرة الكثير يسأله، انه كيف نعم، هو الاسهم السؤال يعني سؤال فعلا مهم. يتساءله الكثير، وكثير من المحللين يعني عم بتشوف ارتفاعات كبيره في مئة الاسهم بالمئة ومبالغه فيها، في نفس الوقت انه البيانات الاقتصاديه ليست متعافيه، وبنفس صحيح الوقت نحن نتحدث عن نتائج شركات ستكون مخيبه للامال. كل هاي العوامل اللي ذكرتيها صحيحة 100%، ومش بس في الأسهم الأمريكية اللي عم بتسجل ارتفاعات، ولكن أيضا أسواق أوروبا. اليوم أسواق أوروبا مرتفعة بأكثر من 3%، وحتى خلال فترة الأسابيع الماضية هنالك تحسن كبير. لكن فيما يتعلق بسوق الأسهم، ما ننسى بأنه المستثمر في هذه الأسواق بدأ يعني يعيد حساباته مرة أخرى، عم بيحاول. طبعا انا بشوف هاي مغامره، لانه احنا بنعرف بانه في الولايات المتحده هنالك دعم رقم غير مسبوق في تاريخ الولايات المتحده، ان يكون هنالك دعم بحوالي 3 تريليون دولار. 3 تريليون دولار نفس الشيء في الاتحاد الاوروبي، ايضا هنالك دعم نقدي. وبالتالي بدأ المستثمرين بالحديث بانه بنهايه المطاف هذه الحزم الغير مسبوقة لدعم مختلف أنواع الشركات في الولايات المتحدة سوف يعني تعطي أكلها، راح يكون هنالك تأثير إيجابي لهذه الشركات. مثل ما ذكرتي، الناس ما عم تتطلع على النتائج الحالية، النتائج الحالية أصبحت معروفة، راح تكون سلبية، راح يكون هنالك خسائر خصوصا في قطاعات السياحة والمنتجي النفط في الولايات المتحدة مع تراجع أسعار البترول. لكن الناس بدأوا ينظرون إلى ما أبعد من الشهرين اللي فاتوا، عم بشوف بأنه 3 تريليون دولار بنهاية المطاف راح يكون لها دور كبير في إعادة نشاط هذه الشركات تشغيليا وإنتاجيا. ولهذا السبب أنا بشوفه بأنه فعلا أسعار الأسهم خالفت التوقعات في الولايات المتحدة، كان المفترض أنه تسجل تراجع أو تراجع ثم استقرار وارتفاع بسيط، لكن اللي حصل بأنه عادت الأسهم إلى المستويات اللي كانت قبل كورونا تقريبا، نازلة أكثر من 9300 نقطة، قبل كورونا بحدود 9600-9800 نقطة، رغم أنه تراجع إلى 7000 تقريبا، داو جونز وستاندرد أمبور نفس الشيء. إذن هنالك مغامرة قد تكون محفوفة المخاطر، لكن من الناحية المنطقية والعملية بشوف لها تأثير مهم. من المهم إعادة الحسابات فيما يتعلق بالدعم الغير مسبوق، نتكلم عن 3 تريليون دولار، قد تكون أكبر من ذلك، لكن بنهاية المطاف راح يكون لها تأثير إيجابي على الشركات الأمريكية، وهذا اللي حصل في أسواق الأسهم الأمريكية تحديداً. نعم مازن، يعني شكرا لكل هذه المعلومات التي قدمتها وإثراء هذا البرنامج. بالفعل نتمنى أن تكون أو تنتهي موجة فيروس كورونا بأقرب وقت، وأن يبدأ النشاط الاقتصادي بالانفتاح بشكل كامل، وتعود الحياة لطبيعتها. مازن أرشيد المحلل الاقتصادي، شكرا جزيلا لك، أشكرك. أهلا وسهلا فيكم، ويسعد مساكم مرة أخرى.